فريقين تحابب تصالح، كان هنالك ود قبل انطلاق هذه المباراة، لكن النهاية كانت نهاية مأساوية لا تليق ربما بسمعة الفريقين وبسمعة أيضا فريق الزمالك. أكيد طبعا، يعني يمكن لولا اللي حدث اللي أمامنا في الوقت الحالي اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا لكنا خرجنا من المباراة بتحية الفريقين. نعم. لكل فريق، لفريق الزمالك المحاولات الكبيرة جدا في انه يكسب المباراة، وفي نفس الوقت للاستبسال لاعبي الافريقي التونسي بلعبهم لمدة اقول 37 او 38 دقيقة. نعم. باضافة الوقت بدل الضائع بهذا الاستبسال الكبير جدا والاجتهاد في ان هم يخرجوا بالنتيجة دي، لكن طبعا المنظر اللي قدامنا ده لا يحتاج الى تعليق الا لمشاهدة الوضع. انت حضرتك قلت كلمة هي فوضى موجودة داخل الملعب. نعم. ومش عارفين ايه سببها، يعني هم لما يرجعوا دلوقتي للمباراة مرة تانية طبعا الواحد حزين انه بيقول الكلام ده، لما نعم. يرجعوا للمباراة هيلاقوا فعلا الهدف اللي ألغى هو هدف من ضربة نعم. التسلل يعني واضحة. نعم. لكن ونادي الزمالك قدم مباراة جيدة جدا النهاردة، محاولات كبيرة جدا يكسب، وصل لمرمى الافريقي التونسي بشكل كبير جدا. نعم. مفيش حد من لاعبي فريق نادي الزمالك كان مقصر في أدائه في الملعب النهاردة، لكن الوضع اللي حصل ده يمكن ضيع مجهود اللي حصل على مدار المباراة كلها. طبعا حاجة سيئة جدا ومنظر سيء جدا، يعني الواحد حزين على الوضع اللي احنا شايفينه، واحنا مش عارفين يعني هي المشكلة كانت مع مين، يعني اللي حصل ده حصل مع الحكام ولا مع اللاعبي الافريقي. اعتقد ان اللاعب الافريقي ما لهمش دخل في الموضوع خالص، يعني ما والحكم برضه في نفس الوقت، يعني لازم الحق يقال ان الحكم الغاءه للهدف هو طبيعي، لان فعلا هي من 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 تسلل واضح جدا. يعني انا طبعا يعني مش عايز اقول انا بعتذر طبعا على الشكل دوت للناس كلها اللي بتتفرج علينا، ومتهيألي ده ما كانش منتظر من جمهور كبير زي جمهور نادي الزمالك كما ذكرت، يعني لا حد كان ينتظر ربما هذه النهايه، هذا السيناريو في مباراه يعني اتسمت بالروح الرياضيه بين الفريقين. صحيح كانت هناك بطاقه حمراء للاعب بلال العيسى في الدقيقه 60، الافريقي وصل بنقص عددي نصف ساعه، لم يفلح فريق الزمالك في إضافة هدف ثالث حتى يضمن بالتأهل إلى الدور المقبل. استمات الإفريقي كابتن نجيب فيما تبقى من عمر المباراة، لكن كما ذكرت النهاية كانت مأساوية. البداية كانت رائعة، خاصة كما ذكرت البداية كانت مع لافتات ترحب بجماهير الزمالك، ترحب بجماهير الإفريقي والثورة وثورة مصر وثورة تونسية، لكن شيء يؤسف له في نهاية المباراة. أولا نبارك النادي الإفريقي للتأهل للدور معناتها الدور المقبل. نعم. دور 16 قدم مباراة بطولية اليوم، وشفنا خاصة الشوط الثاني لما افتقد اللاعب العيفة، ومعناتها الأسلوب التكتيكي الفريق النادي الإفريقي معناتها اختلف كليا على ما قدمه الشوط الأول، وشفنا ممكن الذوادي والمويهبي اصبحوا يدافعون اكثر مما يهاجمون. نعم. شفنا ممكن استبسال دفاعي قوي جدا، حارس مرمى النفزي معناتها كانت هفوه فاتحه في الشوط الاول، الشوط الثاني قدم مردود طيب. فريق الزمالك يشكر على ما قدمه خلال 90 دقيقه، حاول معناتها اتيحت له فرص خاصه الشوط الثاني عن طريق شيكابالا وواحده عن طريق فتح الله، لم يكن موفق في تسجيلها. أرى أنه ممكن هذه الفوضى التي معتها واكبت الحدث نتصور أنه نراها في المباريات الكبيرة في بعض المباريات بعد نهاية المباراة لا قبل نهاية المباراة، بكل صراحة كانوا باقين على الأقل دقيقتين لفريق الزمالك، وشهدنا كان السيطرة وضغط كبير من الزمالك من الوقت الإضافي. شفنا معتها بعض المشاكل على مستوى الدفاع أتيحت بالنادي الإفريقي في الخمس دقائق الأخيرة تحت ضغط نادي الزمالك، لكن مع نزول الجماهير الى الملعب وكانه اراه معناتها وكانه مفبرك معناتها. لكن السؤال اللي يطرح نفسه هو اين اجهزه الامن؟ غريب شيء غريب. يعني لا لا يعني في السابق كنا صراحه نشاهد امن كثيف في مثل هذه المباريات التي تكون فيها الرهان كبير، خاصه بين فرق عربيه، الجزائر، مصر، تونس، لكن عفوا مهيب،
هل الواقع هذه لم نراها في معناتها في تاريخ الكره المصريه؟ اول مره تحدث اول مره بهذا المنظر. بهذا المنظر شيء غير طبيعي. وفعلا يمكن الكابتن نجيب قال ان كان ممكن يحدث لكن بعد اللقاء بعد ولكن اللقاء. مش في اثناء. ويعني احنا برضو لم يعني جماهير الزمالك لازم تبقى عندها وعي كبير جدا. انا هرد على حضرتك على موضوع الامن، لكن نادي الزمالك او جماهيره كان لازم تعرف ان اللي حصل في المباراه من الغاء الهدف لو هم شافوه هيقولوا لا ده فعلا الهدف تسلل. ما تطورهاش مفتعله العمليه. الله اعلم ممكن. لكن شاهدنا يعني امن 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 الملاعب يعني ليس انت عارف يعني الفتره اللي فاتت يعني زي ما انت عارف الظروف اللي كان بيمر بيها البلاد اذا كان مصر طبعا.